شكرا حيت جيتو ومرحبا بكم، شكرا حيت فكرتوا فيا. نهضر لك على المشاركة ديالي في مسلسل المكتوب. هو كان بحال قلتي واحد ثمرة ديال الاشتغال وديال التعاون بيني وبين المخرج علاء أكعبون اللي كنت تلاقيت به في مسلسل ديال ديسك حياتي، كانت أول مشاركة عندي ديالي معاه وتفاهمنا وبحال قلتي العلاقة المهنية ولات علاقة شخصية، وخدمت معاه في مسلسل ديال الزعيمة، ودابا تمت المناداة عليا المكتوب، وكانت ثقة كبيرة منه ليا، وكنظن انها كيف ما قلت لك هي واحد التعاون ما بيني وبين المخرج علاء. الحلقه يعني في المسلسل، واش من اول حلقه خرجتي الناس عرفوك او لا؟ حتى صراحه من الحلقات الاولى، واحد عندك واحد سته الحلقات سبع الحلقات الاولى، تما بديت كنحس بان الناس حيت داكشي كيكون ملموس، تيبقاو الناس يدخلوا عندك الانستغرام، تيبقاو يهضروا معاك، تيبقاو يخرجوا لي فيديو ديالك. شنو الحلقه اللي لقيتي تفاعل؟ يعني موراها لقيتي اوتوماتيكمون تفاعل ديالك؟ صراحه والله ما نقدر نكذب عليك، انا جلا داكشي كان غادي في تصاعد، فهمتي؟ ما حد الحلقات كيدوزوا، ما حد الناس كتجي تعرفني، ما حد الامور بحال هكا زعما. وما نخبيش عليك زعما هي بحال قلتي هو يا ربي نقد الفكره بلاتي. هي شن في اختي كتقول راني وصلت لعند الناس وما درتش ان ابيرسو، زعما الناس ماشي ما هضروش عليا، هضروا عليا سواء كان زوين سواء بالخايب. يعني كتقول كاين واحد النجاح معين وصلتي ليه، ولكن كاين واحد النسبة ديال 25% ولا ديال 30% اللي كتبقى رد البال. ما كانش فيا زعما من قبل، ما كان انا ديال باب الله كما تيقولوا، ما عنديش قيود زعما. خصني نسافر، كيخصني نمشي، كيخصني نجي، كيخصني نضحك، ما عنديش شي حاجة سميتو. دابا وليت كنفكر كنقول ان الناس كتعرفك زعما كام داون. كيضحكوني، يعني كتشوف انا بدرجه اثر الشخص وصلت، كيضحكوني صراحه. تنجاوب بحال هاد الناس كنجاوبهم حيت ما قالت حتى شي حاجه زعما. هي علقات على الشخصيه، علقات على الشخصيه ديال حميد، وكتقول لك واش تكون هاد الناس. ما عقلتش شنو جاوبت حيت بزاف الناس جاوبتهم، ما عقلتش، ولكن نكون ضحكت ونكون قلت ليها لا ولا ولا شي حاجه بحال هكا. المهم غالبا نكون قلت ليها لا، ولكن كنكون غالبا تنضحك. نقول لك شكون كنت باغي نوقف معاه. كنت باغي نلعب مع بسطاوي الله يرحمه، كنت باغي نلعب مع محمد مجد، كانوا تعجبوني. نبغي نلعب مستقبلا، كتعجبني فاطمه عاطف، كتعجبني السعديه لادي بزاف، كاينين بزاف ديال الناس كيعجبوني. كي باغي نلعب مع واحد الدري صاحبي عبد الرحيم التميم، باقي ما تلاقيتش انا وياه، باغي نلعب معاه. كاينين بزاف ديال الناس نبغي نلعب معاهم، نبغي نجرب راسي حداهم، نبغي نتعلم معاهم. امين ناجي من الناس اللي كنت بغيت تدخل على شي حاجه صحيحه معاه، فهمتي؟ حيت انسان جميل وكيخدم. نشرح لك واحد الحاجه دابا في هادشي، المساله ديال الفلوس هو مساله ديال الاسم، مرتبط بالاسم. فاش كيوليو الناس كيتخلصوا مزيان، يعني راه عندهم جمهور كبير وكيتبعهم وكيقدموا منتوج مزيان تينجح، يعني كيرتبط بالاسم. مايمكنش تخلص بعدي الامام بحالو بحال ممثلي رابدة. يعني كاين واحد يعني عادل امام في الاول فاش بدا بشويه 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 حتى ولا نجم النجوم.
بمعنى بالنسبه لي انا الانسان ماشي خصو الا كان كيبغي هادشي من الاخر زعما كيانفيستي كيخصو كيخصو يقرا كيخصو يتعلم كيخصو يخدم كيخصو يبين على القدرات اللي عنده وغادي غادي ينجح. ما يمكنش غادي حيت ما كاينش الظلم ملي كتخدم ما تيظلمك حد. لعب الكرة او فيلسوف كتجين فيلسوف بزاف ممكن فيلسوف صعيب ولا لا اي تنفكر شويه اي تنفكر عندك مع الكرة كنت كنلعب كرة الوداد واش شجعت الرجاء في المونديال وماشي عنصري وماشي باخر انا مع الناس كاملين بيتوتي شويه في السفر في الموسيقى تلقى راسي في الموسيقى بزاف وكنرتاح مع امي وبا اللي هما المساند الرسمي ديالي من ملي كنت صغير تعذبوا معايا بزاف عانوا معايا كنشكرهم بزاف كنبغي نقول لهم الله يرحم من قراكم والله يرحم لكم الوالدين. كنشوفوا الصوره ديال سلوى جبدنا ديك الصوره ها هي شنو السر ديال هاد الصوره اللي عامله في البيت ديالك؟ واد الصوره عامله في البيت ديالي حيت عجبتني. ايه ولكن علاش هي بالضبط ماشي فنانين اخرين؟ حيت هذا هو اول عمل درت يلقى السكسي كامل وكان كان كوب الناجح كنظن و كاينه شي حاجه تما زوينه كاينه حميد وسليمة سلوى نبغي نقول لكم عليها بانها انسانه كتبان في الاول انسانه عندها واحد الحدود واحد ما يقدرش شي واحد يقرب لها في الاول ولكن من بعد ملي كتخدم معاها وكتعرفها وفاش كتفكر وكتعرف كيفاش كتفكر وبحال قلتي كتاكلوا الطعام كتولي كتدخل الخاطر بزاف وكتكتشف بان واحد الدريه صغيره في وسط منها باغا تخدم وباغا توصل وباغا تنجح وبصراحه انسانه مزيانه. شوف نقول لك شنو تيقول لك المصارن في الكرش وكي اكيد ياك هادي حاجه الميدان ديالنا ميدان حساس فهمتي كتقدر عادي زعما بصح عادي ما غير حيت كيكونوا عليك الكاميرات كيولي موضوع كبير اما راه كاع الناس راه في اي عائله كاينين جوج مخاصمين زعما ولكن ما كيكونوش مضطرين انهم يتعاملوا يعني في عمل واحد مثلا يعني مع بعضياتهم ويمثلوا مثلا فهمتي شنو بغيت نقصد لك فهمتك يعني يقدر العمل يجمعكم لانكم مثلا ولكن هذاك راه خدمه وتما بروفيسيونيل خصك تكون فهمتي راه كاين بعض المرات اللي كتقدر زعما كيوقع الخلاف في ديك اللحظه كتختلفوا ما كنتوش مختلفين وكتختلفوا في ديك اللحظه ولك شنو ما تكملش خدمه توقف الخدمه ما يمكنش يعني خصك تكون تربي عندك واحد هذاك الشيء علاش كيف قلت خصك تقبل الاخر الا ما قبلتيش الاخر مشكل راه الا ما قبلتيش الاخر بمعنى عندك مشكل عندك انت يعني ما كتقبلش حتى راسك ما كتقبلش حتى الاختلاف اللي في راسك ما تقدرش حتى واحد النهار تفيق وتقول انا ما نقدرش ندير هذه تولي كتخافي من راسك غير خلي قبلتي الاخر غادي تكون مزيان قبل راسك وقبل الاخر وتقبل الاخر وخدم ودير خدمتك مقاده وما تكذب ما تسرق هادو هما الحوايج اللي خايبين هو تكذب تسرق تغدر ما نعرف شنو دير هادو هما الحوايج اللي خايبين اما انك تكون متسامح حسيت بحال الناس ما بقاتش باغا تكون متسامحه ما بقاتش باغا تكون فرحانه ما بقاتش باغا تشوف الفرحه
ما عرفتش علاش زعما بالعكس خص الناس يحسبك الله لا تكون تحت ما شافك را الملائكة فوق تفك الله بابا الله سيدي والولي يا مولاي حمد الولي يا مولاي حمد واشرف يا مولاي حمد أول راكب الغشا ورد عقلي ومشى ما بابا الله سيدي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.